السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتي وما تكونون متابعين برامج التراثيات بالخير والفرح والسعد. طبعا اليوم إن شاء الله تكون حلقتنا مميزة بأحد الأشخاص اللي عاصر التراث القديم بالذات في علم الفلك وبالذات في القسمة والطرح والجمع بالحساب، يعني نقول بالعامية. تابعونا إن شاء الله بعد شوي، إن شاء الله نحن نحاول ننقل حاجة بسيطة من هذا الموروث الشعب. متواصلين متابعينا الكرام، مثل ما قلنا لكم نحن وصلنا للشخص او الشخصيه اللي بالفعل تكون اليوم عندنا ضيفه حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى ان شاء الله ان نحن نوصل حاجه بسيطه في هذه الحلقه بنكون فدنا واستفدنا. طبعا وياكم ارحب والدي احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش حالك؟ طيب الحمد لله. عساك بخير. بخير وسهالة. أحمد بن فضل، والدنا أحمد بن فضل غني عن التعريف، رجل أعمال في إمارات رأس الخيمة. نعم. الله يوريك الصحة والعافية. آمين. نحن اليوم عندك. طيب حياكم الله. الله يسلمك. نرحب. ونبغى خبر وعلم. نرحب بضيوفنا أول، وخبر والعلم لاحقين عليك اللي تبونا منا نحن مستعدين فيه. الله يسلم. بشرني عنك ابوي، عساك بخير. بخير وسهلة. الحمد لله رب العالمين، عساك ان شاء الله دوم بخير وسهاله. الحمد لله. زين ابوي، بنتخبرك اليوم عن حاجه وانت دائما بصير فيها. طيب. عن العلم سابقا والدراسه الاوليه، وبالذات نحن نعرف انك بعد عندك امور فلكيه، علم فلكي، وعندنا الالات قديمه او موجوده في 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 ميلسك. نعم. خبرني ابوي. والله اقول اخبار لو العلماء الاوليين اليوم بس شوف النجاح 100%. الحمد لله. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم جنات النعيم. آمين. أنا درست عند عبد العزيز بن عبد الرحمن، أول يذكرونهم بالصفافير الصفار. نعم. اسمه مشهور الحين. بن الشهيل. والله نعم. في الشارجة. أبوهم عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الشهيل. يا بنا يا الشيخ سلطان بن سالم في رأس الخيمة. سنة كم؟ الحين هذا الكلام من قريبا 80 سنة. ما شاء الله. فوق 81 أو 82 سنة. أطفال أمره 6 سنين 7 سنين 6 سنين 7 سنين، وفتح لنا العلم. ما في كتب مثل اليوم. شو كانت دراستكم أنتوا قبل؟ اليوم الكتب موجودة في المكتبات، يقدر الإنسان يقرأ الكتب ويتعلم ويكون عالم من كثر الكتب الموجودة، لكن الناس ما تقرأ ابدا، ما تقرا. عبد العزيز هذا القران والفقه والتوحيد والفرائض والرياضيات، والحين عجز الكمبيوتر في الرياضيات. شو قد تعليمكم في الرياضات قبل؟ الرياضيات عفوا. ها؟ الرياضيات الابتدائي نفس الشيء، وجدول الضرب، جدول الضرب، لكن ايش؟ ما بالآلة الحاسبة. عايش قايل؟ بالعلم كذي يسألك إياه ويرسخ بمخك. أنا الحين 88 سنة عمري. أنت تعرف لو دخلت جامعة من الجامعات الإمارات. كيف؟ لو دخلت جامعة أو غيره قلت لهم كم رقم أبغي أو مدرسة. إذا أي قسمة موجودة على وجه الأرض، أي قسمة موجودة على وجه الأرض، كم رقم محتاج ضروري فيها، ضروري في أجل قسم صغيرة أم كبيرة، ما لك بتغنى عنها. شو عيه نبغى نعرفها بعد نحن؟ ها؟ نبغى نعرفها نتعلمها. تعلمها؟ هي بسيطة. أقرأ القاعدة البغدادية في جزء عما أنا قرأتها يوم أنا طفل صغير. أبجد هوز حطي كلمة سعف قرشت ضخت ضدق، هذه الكلمات هي كلمة، هي الأرقام، لغة الأرقام. سبحان الله. نعم، لغة الأرقام فيها. أنا أقسم أي قسمة وأعجز الكمبيوتر عليها على 1 2 4 8. أول شيء تقسم شو قلت لي؟ ها؟ الأرقام اللي تكون موجودة من 2، أول شيء 2؟ 1 أول. أول 1. بعد 1 2 خط مستقيم. نعم. 1 تحت 2 تحت 4 تحت 8. اها. هذه قاعدة اي قسمه وناتج اي قسمه. وقلت لي وجدول الضرب. نعم. كيف؟
جدول الضرب هي. من الستة إلى التسعة الله أعطاك الكفين. الله أعطاك الكفين. هي. إنزين. الخنصر ستة. الخنصر ستة. ستة. والبنصر ست والخنصر ستة. ستة سبعة. هي. والوسطى ثمانية. والسبابة تسعة. خلص. هذه فئتك. نعم. الثانية نفس الشيء. البنصر ستة. الخنصر ستة. نعم. والبنصر سبعة. والوسطى ثمانية. نعم. والسبابة تسعة. تسعة. إذا مسكت هذين بقى عندك كم؟ الإبهامين. بقى الإبهامين، نعم. أضرب الواحد الإبهام في الإبهام، واحد في واحد بكم؟ واحد. ضرب واحد واحد. نعم. وكم مسكت؟ 40 و40 81 شوف منها. ها. سبحان الله. 81. زين؟ زين؟ ها. إذا فتحت السبابة سواء عندك اثنين وماسك كم؟ ماسك من ثلاثة ومن ثلاثة، ستة نعم. وسبعة وثمانية. نعم. وستة وسبعة وثمانية. اثنين ضرب اثنين. أربعة. أربعة وهي ستين. أربعة وستين. إذا قال سبعة ضرب سبعة افتح الوسطى. سوى ثلاثة مفتوحين، المفتوحين أحد الأربعين. كيف كيف؟ ثلاثة هني؟ شفت الثلاثة هاي هذه الوسطى فتحناها. اي نعم. استوى منه ثلاثة ومنه ثلاثة. منه ثلاثة. اضرب الثلاثة بالثلاثة. نعم. كم؟ تسعة. صحيح. وهي الأربعين. ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا افتح بستة ضرب ستة افتح ال ها؟ ستة ضرب ستة قلنا؟ افتح البنصر. هي. البنصر صار عندك أربعة مفتوحين. أربعة ضرب أربعة ثمانية وهي أربعة رب أربعة بستة عشر وهذه عشرين. سبحان الله عيال أبوي أحمد، الآلة رب العالمين صنعها وسواها في آدمي، لكن الإنسان ما تعلمها ولا عرف يدبر عبره، صار يلجأ للآلات الثانية الدخيلة. هي موجودة هذه. يعني تقدر تحرك يديك، تحرك جوارحك، رب العالمين حطها ما حطها من محطة من العلم. اي نعم سبحان الله، الجوارح هذه لها قيمة في جنس من الإنسان. اللسان وأصبحت الحين لا الحين الناس الحين تركوها اي تعايزونها. فالحمد لله. العلم 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 يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم. فقم بعلم ولا تبغي له بدل، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا التأدب فإياك يوما في البطالة ترغبي، فإن كنت ذا مال فخطك زينة، وإن كنت محتاجا فكل منه واشربي. هذا العلم وأن المدارس منا. عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل، تفيد به ولا تفيد فتمضي خائب الأمل. لأملي. يا سلام يا سلام. هذا العلم هذا العلم اللي رسخ في قلوبكم في صدوركم ما خاز وجود ما خاز أبدا. أنا 15 يوم قرأت الفرائض، الحين 4 سنين 5 سنين في المعاهد وما يعرف يقسم الميراث. لبسكم أبوي أحمد قبل سياراتكم المدرسة، لبسكم قعدتكم فما وين كان في مدارس ولا طايحين في يعني في ماشي مدارس. كان الشيخ سلطان بن سالم الله يرحمه وغفر له سوى لنا مدرسة من يريد سعف النخيل دعون لا جريد مجرود نعم مسوي شرباك سوى مدرسة كبيرة ماشي مدرسة يوم يطيح المطر ماشي مدرسة بعد سبحان الله. ولكن بعد راغبين في العلم تبون العلم من قلوبكم هم ما مغصوبين عليه مثل الحين الحين طعمك الولد ولا البنت غصب يركبونها بالسيارة ولا ماشي هي وبعدين العلم يعطون المدرس لو حقه في التعليم بتحط نأخذها بسفينة وبتنت بتنأخذ عليه لا طبعا لا أعطيت السفينة خلي هو علمه وخلي يصير ياخذ يشتغل بها. نعم. كذلك المدرس هالأولاد هذين كبحارة عنده صح داخل المدرسة وهو نوخذ هو نوخذ لهم صح
يعلمهم يدربهم يضربهم. أذكر أبوي الله يرحمه، أنا عمري 7 سنين الله يرحمه وغفر له، ساجد قائم أنا أدعي له الله يضربني حقه أنا وغيري اللي ما يتعلم لكن يعني أدعي أخوي ينبه مخه شوي. نعم نعم. فاشتكيت عند أبوي، هو يأخذ خميسي بس أول ما شاء معاشات المدرس خميسي، من الخميس للخميس أنا اللي كانوا أول في الدفوع. نعم الحمد لله رب العالمين. كان الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. زين أبوي أحمد، أنا بعد أبا منك حاجة، وأنت الشيء هذا دائما يميزك بعلم الفلك. أبوي أنا ما 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 بتخل. لكن أقول أنا أبو عيالي يسولوا مثلي بس. إنزين أنا بنشوف الآلة القديمة الموجودة التي تحتويها من سنين طويلة. هذه متابعينا الكرام، هذه هي الآلة اللي عند أبونا أحمد. هذا الكمال اللي يقيسوه الشمس عند الظهيرة. هذا شو مقياس الشمس؟ مقياس الشمس. شو سوي يعني قياس الشمس؟ كيف يعني قياس الشمس؟ تقيس الشمس الزوالي عند الزوال. هي. تقيسها تنزلها بهذا الدسته. شفت وين هي منظره يعني تضرب الشمس هي. عند الزوال هنا هذه جامد. وعندك التسته هذه ها تنزلها على الغروب. زين هاي التسته بيديك، هاي التسته عندك كذي هنا هي، وتنزلها على الغروب. كيف تعرف الغروب هنا؟ هنا في شيء قياس قياس لها الشمس ما دام تصير صاعده بعدها هي. هي كل ما نزلتها الى الغروب ردت ارتفعت قدامك. هي هذه هي الشمس وتحدد لك متى الوقت وانت تنزلها. وقفت الشمس قم صار السكروب الصغير هي انت بديك اول دسه بيدك عقب السكروب وتحدد لك الوقت وانت تشوفها. يوم نزلت شو الشمس هي نزلت قدامك في البحر هي طلعت دستها هذه فيها ارقام. شفت هاي الارقام كم رقم عاد انا ما هاي دس قدام ورا. اي نعم لا هذه نعم في في طالع في رقوم هنا هي في ارقام في الفضه هاي الفضه هي نعم. زين بعد ما نزلت الشمس عندك هي سجلت في الروح كم يا بقصك من الارقام هذه. نعم بس هي للشمس خاصه للشمس هذا حق الشمس تنزيل الشمس. لكن يتبعها 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 لازم تعرف الوقت والزمن اللي انت فيه. انت في اي سال من السال من السالات الاربعه لان السال تدور حول نفسها كل 4 سنوات دوره كل سنه ربع دوره الارض حول نفسها. نعم تدور كل 4 سنوات كبيسه هي نعم سنه كبيسه كل اربع مال السنه هذه بحساب نعم ما يوافق السنه الجايه بعد 4 سنوات يرجع نفس الشيء. شفت انت هذا التقويم؟ نعم تقويم مال الحين هذا كان بتخلي مال السنة بحول ما ينفع شيء. بعد 3 سنين السنة الرابعة بيرد نفس التقويم الأول الشمس. وهذا خاص للشمس يعني؟ ايه هذا خاص يحدد لك التواقيت؟ يحدد لك غروب الشمس تحت رقم كذا كذا عند زوال الظهر. ولازم وين تستخدم في البحر؟ انت في البحر في المحيط. ها يعني ما تقدر تستخدمها برا في البر؟ في البر استعمل بتغيب الشمس. هي. سير فوق البحر ماشي قدام غير البحر. هي. الظهر بتغيب الشمس بتغيب هنا. هنا. نعم. وتسطع وتقلب هنا هاي انا الحين مسوي احمر. احمر واخضر. ها عدسات هذه. عدسات حق عينك هاي. هي. وهذه الشمس تشوفها انت هنا في الشاشة هذه. يا الشاشة اللي جدا. اها في شاشة هني. هي. هاي شاشة. هذه تعكس هذه وتشوف الشمس انت على البحر كذا. الحين هاي لو قلنا كم عمرها هاي الآلة؟ هذا انا مشتريتها الحين هذا عمرها فوق ال 100 قبل ما شهر الدولار. وانت اشتغلت عليها هذه؟ انا اشتغلت عليها نعم. نعم. تعلمت عليها ما اشتغلت يعني ما حملت الدرك. روحي لكني بس لحقت اللي عليه اللي يشتغلون عليه لحقت عليهم لحقت وشفت وتعلمت منهم تعلمت منهم في اخر شهاده انا بتعلم اشتغلنا في الكويت مال الكويت عقب هذا وتركنا البحر. نعم والله هذا عندي تاريخ من ذاك اليوم لليوم واعرف علم الفلك كيف شو حاجات علم الفلك
المدارك أول تبغى تعرف السنة اللي أنت فيها واليوم بالضبط اللي أنت فيه يكون من في البروج العربية أو الشهر الإنجليزي. كل يوم له رقم. نعم. والشمس ما تطلع يومية في مكانها. تصير عن الخط الاستوى 3 شهور وترجع عليه 3 شهور. سبحان الله. على خط الاستوى. نعم. وتعبر عن الصفر فوق خط الاستوى. أنت ما يفيد الكمال إذا أنت فوق خط الاستوى. نعم. أبوي أنا أبغيك الحين نصيحة لأولياء الأمور سواء من أبو ولا أم. شو يعني نصيحتك حق عيالهم الجيل الجديد؟ شو نصيحتك لهم؟ بسيطة النصيحة. بسيطة. شو هي؟ نصيحة اليوم كتب موجودة يأخذون ديوان الإمام علي بن أبي طالب، ديوان شعر. نعم. الإمام علي بن أبي طالب أو إمام الشافعي. الإمام علي بن أبي طالب يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل. تعلمها الولد أو أمراها أو الأولاد قالوا كيف يوم يجي من المدرسة أبوي تعب أشوف أملاك حلو زين أشوف خطك زين يشوف الخط وين الحين لا خط توقيع ما عارف يوقعون صحيح عليه. نعم. من ضرت هاي البلاوي وضيعوا اللغة العربية وين الخط العربي وينه؟ أنا صرت تاجر من وراء الخط. سبحان. نعم. أول عمري 13 سنة أنا مسافر محاسب ويا محمد بن سالم الآلي الله يرحمه أبو سالم. نعم. يقولون سالم بترول ما بترول هذا سالم محمد الآلي يبيع بترول بالسوق سموه بترول سالم محمد الآلي سافرت ويا أنا الله يرحمه وغفر أسجل الدخل والخارج وأقسم المحيط الهندي المحيط الهندي 9 مرات بالشراع من شرق الهند إلى شرق أفريقيا يوم نسوي أكل ويوم ما نسوي أكل أخاف يخلص الأكل عنا هاي الدائرة الاقتصادية وصلنا والله أكل ما 6 أيام أكلنا 24 يوم سوينا مهتمين بأولادهم يدورونهم كتب إذا هو أمي يعني ما عارف يقرأ يروحها نعم. يأخذ كتب من هذه الكتب اللي ذكرت لك ديوان الإمام علي وديوان الإمام هن هذه والنصائح موجودة كلها فيها النصائح إزاك الله خير إزاك الله خير بيض الله وجهك لا تقول أصلي وفصلي يا فتى نعم. إنما أصل الفتى ما قد حصل نعم. لا تقول أنا أصلي فلان وأنا فلان كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب نسبي بيض الله يعني الإنسان اللي عندهم متابعينا الكرام مثل ما شفتوا أبونا أحمد ومثل ما أنتوا سمعتوا ومثل ما نحن استرجعنا معاكم الوقت القديم السالف الجميل الطاهر في قلوب هذيل الناس اللي عاصروا طبعا ما وصل نحن ما نوصل نحن ما ودنا نقطع ولا ودنا نختم لكن الوقت يدركنا مثل ما تشوفون نحن اليوم بعد طولنا جزاه الله خير وأن أحمد ما قصر عندي كثير كم حديين إزاكم الله خير ما قصر لغة التعليم سهل هذا التعليم الحساب هذا والرياضيات نعم هذا سهل يوم واحد يوم واحد يتعلم القسمة بدون آلة حاسب الحمد لله رب العالمين أبوي نحن ما وصلنا إلا ما يكفيك منا غير يعني ولا حتى الشكر والتقدير يكفيك منا لكن هذا شيء بسيط نحن نقولك بيض الله ويك وعسى عمرك طويل وكثر الله خيرك ومن ثالك اللي يحملون هذا التراث الشعبي الموروث واسمح لنا على المغثة مرة ثانية. لا بس التأخير. لو تأخرنا عليه هو لا هو حرق علينا تأخرنا عنه 10 دقائق سوى حتى قصد بس مسجد وقاصني ما بحاوطينه. الله يحفظك إن شاء الله ويطول بعمرك ويدفع البلاء عنك وعن أهلك وعن بيتك ويا. بعد الظاهرين شكول يقول المتنبي طوال وليل العاشقين طويل يبين لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل. هذه الخاتمة. وما عيبات حموله خير ما ختم وما شرقي بالماء إلا تذكرا لباء به أهل الحبيب نزول بيض الله وجهك الله يسلم يستودعك الله متابعين الكرام إن شاء الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات ثانية الله يحفظك.
عادات وتقاليد في برنامج تراثيات. قلت الهود وقلنا هدى. أن الأمهات كنا أحيانا يقضين اليوم بطوله إلى جانب أطفالهن لتشجيعهم على الدراسة. ما قمت به وعلى ما قام بالإعلام من هذا الشيء اللي يعجبنا ويعجب كل مواطن أن يذكر ماضي، واللي ما يذكر ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. صحيح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك يا رحيم يا رحمن، نسألك أن تغفر لزايد بن سلطان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع